14 سنين من الاحتراف وبعده نجمنا الكبير دعنتر عم يواصل رحلة التألق، ومن بعد ما انحكى عن عروض من فرق خليجية حسم أمره بمواصلة مسيرته بالملاعب الصينية، وهالمرة رح يلبس قميص هانغزو غرين تاون. هانغزو بيشرف عليه المدرب الفرنسي فيليب تروسيه الملقب بالساحر الأبيض، اللي فاز مع المنتخب الياباني بكأس آسيا 2000 اللي أقيمت بلبنان، وهي اللي شهدت مشاركة رضا عنتر الأولى مع منتخب الأرز بعمر 20 سنة، وشارك بالمباريات الثلاثة أمام إيران والعراق وتايلاند. مسيرة احترافية مميزة جعلت من ابن 34 سنة واحد من أفضل اللاعبين بتاريخ كرة القدم اللبنانية، ونال التقدير من اتحاد كرة القدم اللي أقام قبل 3 أسابيع حفل مميز لتكريمه مع جمال طه وموسى حجاج ويوسف محمد اللي قدموا الكثير لكرة القدم اللبنانية والمنتخب الوطني. البداية كانت مع سفير الجنوب عام 1998 عندما وقع على كشوفات التضامنصور وسجل أول أهدافه بمرمى الصفا، والأبرز كان بمرمى الأنصار بالمباراة اللي ربحها التضامن 4-1 خلال موسم 2000-2001 اللي أحرز التضامن فيه لقب البطولة قبل ما يتم إلغائها. بهالوقت كان رضا عم يشارك أيضا بتصفيات آسيا لكأس العالم 2002 وسجل 5 أهداف ب5 مباريات تحت قيادة الألماني تيو بوكير اللي كان له مساهمة بانطلاقة رضا نحو العالمية. وبفضل الدعم الكبير من رئيس التضامن علي أحمد ونائبه شريف وهبي بدأت المسيرة الاحترافية لرضا بال2001 وتحديدا مع هامبورغ لموسمين، وعلى الرغم من صغر سنه سجل 3 أهداف. رضا تابع مسيرته بألمانيا وانتقل بال2003 لفرايبورغ اللي بعد موسم واحد ضم النجم اللبناني الثاني هو يوسف محمد، وب98 مباراة سجل رضا 26 هدف وبقي بصفوفه للعام 2007. بعد فرايبورغ ساهم رضا مع يوسف محمد بعودة فريق كولن للدرجة الأولى بألمانيا قبل ما يختار الانتقال إلى القارة الأكبر وتحديدا الصين، وانضم لفريق شاندونغ ليونينغ بدءا من عام 2009 وساهم بإحرازه العديد من الألقاب. وعلى الصعيد الشخصي تم اختياره عام 2013 بين أفضل 10 لاعبين أجانب بتاريخ كرة القدم الصينية. ومن بعد 5 مواسم لعب فيها 256 مباراة مع شاندونغ سجل فيها 64 هدف، انتقل الموسم الماضي لفريق جيانغسو اللي احتل معه المركز الثامن وسجل رضا 5 أهداف، فكيف رح تكون مسيرته مع فريقه الجديد هانغزو غرين تاون؟